bring in hypertension. Unite, enter, bring in hypertension. وهذه حتى هي سؤالها تتكرر واجب في البيبر. Unite, enter, bring in hypertension. يسمى بيناتنا سودو تيومر. Unite, enter, bring in hypertension. أو ما يعرف بالسود تيومر سيربراك. هذه يرعى على تركيزة حتى إذا بنا إحنا يعني تكلمنا عليها مع بعض. يونايت ذا كان هايبرتنشن عادة يأثر في الميدل ايج فيميل. معناها الكلاسيك بيشنت اللي بيجيك هو من ميدل ايج فيميل. نقطة أخرى أن this فيميل يوجوالي كوبيز and usually short neck. And this يمين ممكن يكون في risk factors, other risk factors like oral contraceptive, steroids and vitamin A and tetracycline. Drugs ممكن she is receiving drugs that increase intracranial pressure. And this يمين will present to you with progressive chronic headache, progressive chronic headache over months or over years. And this we mean will have plus symptoms and signs of high intracranial pressure. يعني حسين عنده ديبلوبيا, حسين عنده دبل ديما, حسين عنده كده يعني كل اللي نحن بروجكتايل فوميتنج مع الهيدك. على في مين وكرونيك هيدك وعندنا سيمتوم هاي تربينيت مش ما عندناش حاجه نحطه فيها الا ان تكون بناء انترنيت هايبر. ممكن يقول لك عندها سكريبينيال نير بولس لان احنا بنتكلم صار وقت كلايد ساين ممكن يصير فيه مشاكل في هاي تربينيت مش لو بس في مين لو سيبناها هسيبها برايت يعني تبني ديما هتيجي لو بتيجي على الاوبتيك اتوكي بعدين ونحن لازم نعزوها مش نحموها من اوبتيك اتوكي بنسموه نحن قص ده من الديمين اوبتيك اتوكي. فلذلك بس يميل اولا ويدياجنوز يميل هذه بار سي تي سكان برين هنلقوا نو ماسس. هذه مهمه نو ماسس لان الانترنيت بريشر نقول عليه بيناي اللي هو ارتفاع وداوت ماس وداوت سبيس تو باين تيشن. السي تي تطلع نورمال ولكن فيها شنو دايليتد ventricle. So the history of the CT نحن شخصه. ثم this female we will manage to protect her against the valedema and optic atrophy. Treatment هتكون رقم واحد acetazolamine وهذا الديموكس كان يستخدم في الظروف هذه اللي بيكون. ثم رقم اثنين لو هو فيه ننتقله الى repeated number function intermittent يعني نسحب منها في CSF كل مرة نسحب منها CSF على repeated LV ممكن. and number 3 ممكن نركب شنط ممكن شنط ولكن احنا هنا ممكن نديره حتى optic nerve decompression. هذه أهم حاجة عندنا يهمنا في الموضوع في الأوبتيك نيرف ولا لا. السيرجري يوجوالي أوبتيك نيرف دي كومبريشن فنحن نعطوها الأسيتازولامايد نوت ريسبوندينج نرتقه معها أخرى نسحبه لها لما ربكش على بيزن نوت ريسبوندينج معناها ده السيرجري. وأنا عادة ما تكون الفاينل سيرجري الحل النهائي هو دي كومبريشن الأوبتيك نيرف مش معناها تسبب لها لابيليديما لأن احنا أهم كومبليكيشن خافوا منها هنا بلايند لأن لابيليديما هتأدي إلى اوبتيكال يلا اسمها بناين انتركرينيال هايبرتنشن مهم جدا وايزي انك انت تتذكره او ممكن انت تشخصه. نعطي نقطة أخرى اللي هو كلاستر هيدي. كلاستر هيدي كلاستر هيدي طبعا هنا كنا نقول ان هذا كلاستر هيدي رقم واحد يكون البيشنت ميل ومن
الميديتيشن. الأعمار فيهم سكس مهمة جدا بعدين الكلاس كده مش حاجة يقول لك ميديتيشن يعني انت بعد يقول لك مين ميديتيشن مش بناء انت بناء انت بناء انت بناء So make and meditation. And this patient has usually a headache, severe headache. Use of pain in our throbbing. Use of pain in our more at night. يقول لك يوعيني بالليل يوعيني very severe. يقول لك إن this headache involves eye leading to conjunctival congestion ويعطيني lacrimation ممكن يعطيني ptosis ممكن يعطيني ptosis هو شخص عنده headache مع ptosis مع الكلام هذا خاش نزع كيس migraine ما ينزلش على كيس ولا ممكن أي أضر تعب بدك ينزل على كيس بطريقة عليها مهمين المريض هذا طبعا يقول لك بعد يوصف لك الأمثال هذه يوزعها لك المعتسل يقول لك تلك المرة جيد يوزعها يقول لك من حوالي أسبوع إلى أربعة أسابيع يجني الأمثال بجرب بعضه يوميا من القرش لكن يجيني فترة طويلة هي عادة المنص or even years لدرجة إن أنا ننسى إن أنا عندي بعدين يجيني خارج one to four weeks another من هذا جبت تسمية كلاستر كلاستر هل كلاستر من التجمع ولا لا that's why أنا عندي جيني يجي كلاستر وقبل كلاستر وبين كلاستر يكون البيشن completely free لدرجة إن ينسى إن هو عنده المشكلة so هذه على البريدستي بتاعه أو الديستريبيوشن هذا هو مميز جدا من أنا جاب اكتسبت كلمة كلاسة فالكلاسة هذيك عادة بالهستري هو يشخص ودركه في التشويس في الأكيوت أتاك هو سبكوتينوس سوماتريبتان ودركه في التشويس البروفيلاكسس هو البيرابون يرابمين دي هو الكاتس مشان أجل البروفيلاكسس يرابمين وفي الأكيوت أتاك هيكون الموست كمان أو الموست كمان يوز دراج اللي هو من كما قلت لكم صب كيما صمت لكم هذا رجاء إن شاء الله نكمل اليوم في أول ربع ساعة نبدأ كارتو إن شاء الله يوم السبت إن شاء الله بنفس المعنى سلام عليكم